السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير، لاباس عليكم ياك هاني. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب، الصلاه عليه والسلام. تيسعدني بلادي وتيسعدني المغرب وتيسعدني حبابي وصحاباتي والمتتبعين ديولي، انا فخوره بهم وسعيده بهم، وانا باغا نهز الرايه المغربيه ان شاء الله بيد الله سبحانه وتعالى. وتنشكركم تبارك الله عليكم، الله يخلي لنا سيدنا ويطول عمره ويشافيه ويعافيه ويبعد شر الخلق عليه، والله يخلي لنا شعبنا ووطننا ومليكنا وحبابنا وخوتنا وخوتنا. وحنا فتاخورين بالرايه الوطنيه وبمغربنا وبلادنا. وتنشكر المتتبعين ديولي اللي يخطيكم عليا، شكرا لكم تبارك الله عليكم. بسم الله، اليوم ان شاء الله بنياتي ان شاء الله الرحمن الرحيم غندير معكم واحد الطويجين ان شاء الله ديال الكفته. هنا البنات عندي الكفته وعندي قزبر ومعدنوس. بسم الله توكلنا على الله. كما تشوفوا البنات ان شاء الله الرحمن الرحيم، هنا البنات عندي البصله وجوج صفوف ديال الثومه شنفتهم حتى هما، تشوفوا بنياتي هانتوما. بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد العبيد، اللهم يسر يا ربي ليا ولحباباتي وخوتي وخواتاتي وماتينا محمد يا رب. يا ربي يسر الكل يا ربي، يا ربي توجد لي ما عدو توجد لي ولي عدو سيدي، يا ربي تغنيهم وتعاونهم وتحفظهم وتنجيهم يا مولانا. هنا بنياتي عندي معلقه تاع الكمون تاع الخرقوم وتاع الملح ما دايرهاش الحار، مع لاصوص انا مصوبه راسي، طماطم اللي هي مطيشه تنغسلها بالماء ونمسحها مزيان نزيفها، كنديرها في البرمه، وكان نزيد عليها الفلفل احمر والفلفل احمر الحار والحلو بجوج، احمر الفلفل الاحمر الحار والحلو. الحار شي ربعه المزاود هكاك ولا خمسه ثلاثه على حسب الناس الحار اللي تيبغيو. وكندير بنياتي يطيبوا، ما كندير لا ما لا والو، نخلي عليهم البوطه مهيله ونخليهم حتى يطيبوا ونخليهم يبردوا ونطحنهم. وهاد لاصوص اللي كيتحط تيدوز مع الكوس مع الشاطه مع الطاجين، تيدوز بنياتي مع كل شيء اي حاجه. هانتوما بنياتي كما تتشوفوا فيه تيجي خاتر وزوين البنات. هانتوما هذا هذاك الشيء علاش انا ما درتش الحار، عندي هنايا هنا عندي بنياتي الزيت البلدي. بسم الله توكلنا على الله، بسم الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد الحبيب، الصلاه عليه والسلام. هانتوما حباباتي حبيبات الله، هانتوما بحال كبنياتي بحال كنمعك الكفته مزيان في التوابل ديالها البنات. عندي هنا القزبر والمعدنوس جامد، خصني نقطعو شويه يطلق. هانتوما البنات هكا، نصوبو هاد العقده مزيان بحال هكا بنياتي كيما تشوفو البنات العزازات. هانتوما بنياتي بحال هكا، اللي بغى يزيد عليها القرفه يدير شويه العز على القرفه، يدير واحد نص معلقه ديال القرفه التحميره الحمراء هذات ليا بنياتي حتى هي كتجي زوينه. ما درتوهمش بناتي، راه الحمد لله كاين لاصوص طماطم اللي هي مطحونه. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غنجيب الطويجين ديالي هانتوما البنات باش غنوريكم ان شاء الله. بسم الله هانتوما البنات، شللتو بميها، خصني نسكر شويه الماء بحال هكا البنات. هانتوما بنياتي تنخوي شويه الزيت بحال هكا، تندير هاد الطماطم البنات هاهي. هانتوما البنات هاهو، كتجي روعة بنياتي، كتجي واعرة، كتجي فنة
واهرا 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 مخيرة البنات. نكتب نجاسي هكا نبدرها مزيان، نخلطها في الطاجين البنات. بسم الله، تنزيد النجاتين كبار بحال هك، ونحط بسم الله توكلنا على الله. تما البنات راه تيجي زوين بزاف البنات. هذا اللي بغا يديرو فوق البيض، اللي بغا يدير الجلبانه وبطاطا والزيتون، اللي بغا يخليه بحال هك، يعني تيجي مع كل شيء، تيجي واعر البنيات، تيجي فن بزاف، تيجي زوين 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 زوين. هانتوما بنياتي، انا بغيت نعاودو قدامكم بحال هكا باش تعرفوا كيفاش، وراكم كلكم تبارك الله، كلكم طباخات، كلكم طيابات، كلكم تبارك الله ما شاء الله عليكم، ناس الجزائر، ناس المغرب، ناس تبارك الله، كوزينات نسي كوزينه، قناه نسي قناه، كلشي تبارك الله سيعرف. بغينا نفقجو معاكم ونعمرو عليكم وش يستافد من شي، والحمد لله اللهم لك الحمد. بحال هكا بنياتي، وانا غادي تندير في البنبول. هانتوما البنات العزازات الحبابات، تنشكر المتتبعين ديالي على التعاليق الزوينين، تنشكركم بزاف بنياتي اللي خطيكم عليا. هانتوما بنياتي، هادي هي بنياتي، راه تجي روعة البنات، تجي زوينة خيرة بحال هكا حباباتي. اللهم صل على النبي الصلاة عليه والسلام. ثم بناتي ومسربي دغيا كيوجد، راه مشات العين. اللي بغى يخليه تعاود تاني بحال كيطيب بحالك، وتديري لي بات وكتهزي وتحطي حتى تطيب لي بات، تعاوديها وتهزي نشفيها وتهزي من هذا الطاجين وتحطي فوق لي بات، حتى هي كتجي واعره. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم نوري لكم كيفاش كاع داكشي تاع الريستوران اللي كيطيب في الريستوران، غنوريه البنيات ان شاء الله بيد الله سبحانه وتعالى. عاونوني يا بنياتي، الله يبقى عليكم الستر، راه ساهله باش تبارطاجيو، واش ديروا ابوني، واش ديروا جيم باش تعاونوني، يعاونكم الله سبحانه وتعالى، وبكم ان شاء الله باش غادي نوصل، وبكم ان شاء الله باش غادي نلحق، وبكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. فنشكركم تبارك الله عليكم بنياتي وليداتي حباباتي خوتي خواتاتي داخل المغرب وخارج المغرب، دول العربية في المكان، كلكم العراق، كلشي كلشي الجزائر، تونس، مصر، المغرب، كلكم أحبابي، كلكم كلكم عزازين وغالين، الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. هانتوما الحبابات، هانتوما بنياتي، لي ما تيبغيش البصله ما يديرهاش، اي حاجه درتيها راه كتجي. دابا غنشعل عليه البوطه وغادي ان شاء الله الرحمن الرحيم نوريكم النهايه كي غادي يجي. انتما البنات بعد ما تيوجد الطاجين ديالي ديال الكفته، هذا تبارك الله وصلها لي كيفاش يجي، تيجي روعه يا البنات، تيجي واعر تبارك الله وصلها لي. هنايا اللوبيا الخضراء كنسلق فيها باش الرافقه نديرها شلاضه، الرافقه مع الطاجين تاع الكفته. هنا البنات غادي نوريكم هاد ان شاء الله الرحمن الرحيم الطاجين الاخر، هذا انتما بنياتي، انتما البنات كنهز شويه الكفته من هنا، ها انتما شوفوا البنات تابعوني،
هادي راه كتجي مع لي بار، تجي مع اي حاجه درتيها كتجي شوفوا تبارك الله لاصوص كيفاش خاطر وكيفاش مزيون وكيفاش دايره البنات. فهمتوما فهمتوما بناتي؟ فهمتوما خياراتي ها دابا هذا وجد غادي نطفي عليه ان شاء الله الرحمن الرحيم باذن الله سبحانه وتعالى. هنا البنات نحطيه هذا البنات باش غادي نوريكم شنو غادي ديري ليه. ها هو المجلس كان هيك زايد هنا البنات راه يجي زوين الكريم ديالتي. دابا غادي نسد عليه واحد الشويه وغادي نوريكم كيفاش جا البنات. بنياتي هاد الطويجنات هما وجدو، هذا اللي درت فيه البيض. هانتوما البنات كيفاش جا، جا واعر تما بناتي. هالخبز البنات، اللوبيا مسلوقة وفيها عصرت عليها الحامض والزيت والملح والبزار. انا كما قلت لكم هذه اللي كندير في الشلاضه. ها الطواجين تاع الكفته تبارك الله كيفاش جا البنات، جا روعه جا واعر. هانتوما بناتي تبارك الله على المتتبعين ديالي، الله يخليكم ويطول عمركم ويشافيكم ويعافيكم بعد شر الخلق عليكم بناتي. تابعوني في قناة كويزين أم مروة. شكرا بناتي حباباتي. ها أنا حباباتي هانتوما البنات. كيجي واعر البنات ها الخبزة الحبابات. شكرا بناتي، مبروك عيدكم، مع السلامة. شكرا بناتي.